تظاهر بل حصدت دولة الكويت عدة جوائز ذهبية وبرونزية في ختام فعاليات الدورة 14 لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الذي استضافته العاصمة البحرينية المنامة. وحضور وزير شؤون الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي رئيس المهرجان اختتمت فعاليات الدورة 14 لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بحضور رئيس الوفد الكويتي للمهرجان الشيخ فهد مبارك عبد الله الأحمد الصباح وعميد السلك الدبلوماسي الشيخ عزام الصباح سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين وعدد من المسؤولين وكوكبة من المبدعين والفنانين الخليجيين والعرب، لا سيما دولة الكويت التي شاركت فيها بأعمال متميزة في كافة القطاعات ما أهلها لحصد الجوائز المختلفة بكافة الفئات. الحمد لله احنا حصدنا العديد من الجوائز مثل ما انا كنت متوقع والاخوة متوقعين، هذا الفضل يرجع لكل العاملين في وزارة الاعلام سواء كان بالتلفزيون او الاذاعة، ولهم شكر الجزيل، تعبكم ما راح هدر مثل ما يقولون. الابداع والريادة والتميز الكويتي حاضر في هذا المهرجان، ولا أدل ويعكس هذا الريادة الكويتية في عدد الجوائز اللي حصل عليها الوفد الكويتي بين 7 والحين قاعد يزيد ما شاء الله. عدد الجوائز أخذنا في الإذاعة أخذ الجوائز 3 ذهب و2 فضة، والتلفزيون ايضا 3 ذهب و2 فضة. يعني الغريب ان الاذاعة والتلفزيون تساووا هذه المرة في العدد وايضا في النوعية، 3 ذهب و3 ذهب 2 فضة 2 فضة. وحصلنا ايضا بعد في الافلام القصيرة الذهبية والبرونزية، عن فيلم الزولية اخذنا فيه الذهبية، وبين الحرب والسلام اخذنا فيه البرونزية. لله الحمد خذينا الجائزة الذهبية للحين هذه للإذاعة، الجائزة الذهبية للإذاعة، وللحين 5 جائزة، وإن شاء الله الخير بقبال مثل ما يقولون، وعسى الله يوفق الجميع إن شاء الله. شكرا لكم. وأسدل الستار على مسرح الإبداع الإعلامي الخليجي حيث وزعت الجوائز على أكثر الأعمال الكويتية تميزا، وليبدأ التخطيط للمشاركة بعد 2 من الآن بأعمال جديدة تواكب متطلبات ورؤى المجتمع من جهة ورؤية إعلامية مستحدثة من جهة أخرى. توجت دولة الكويت من خلال مهرجان الإذاعة والتلفزيون في الدورة 14 والمقام حاليا في مملكة البحرين على مدى 3 أيام وسط منافسة قوية تلفزيونية وإذاعية لتثبت قدراتها وريادتها الإعلامية في كل المجالات وفي كل مهرجان. زينب عباس لتلفزيون دولة الكويت المنامة البحرين.